السلام عليكم، حياكم الله. الله يسعد اوقاتكم كل خير. الفيديو هذا بتكلم فيه عن التين، يعني اللي مهتم بالتين يتابع، واللي ما هو مهتم يعني على اساس نوفر عليكم الوقت. التين شجره متحمله الى حد ما، يعني تحمل الملوحه، ملوحه الماء، تحمل احيانا ملوحه التربه، يعني بحدود حدود معقوله. يعني البعض لما يتكلم عن التين وكانها شجره هي اللي تعيش بالمناطق الملحية، وهذا غير صحيح. هي كلمة متحملة لا تعني أنها تحب النمو بالبيئة المالحة، لكن تعني أنها ممكن تعيش. فاللي يبغى يربي التين للإنتاج ما يربيه على أنه ممكن يعيش، لا، يربيه في أفضل بيئة له. فالبيئة الجميلة للتين دائما وأبدا هي اللي تكون التربة الخفيفة، المياه الحلوة، عكس الأفكار اللي الناس تتخيلها أنه يتحمل. نعم يتحمل، ولكن لن يبدع، ولا هو متحمل ما شاء الله، يعني جيد وعنده جذور جيدة برضه. طبعا ممكن يصاب بالنيماتودا بالترب، ممكن يصاب بعفان الجذور بالزراعات الأخرى، ولكن هذا يحدث مع جميع النباتات. التين عندي هذا، وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الحجم، هذا حجم يعني يعتبر من الأحجام القياسية ما شاء الله. هي لسه ما اكتملت النموات، ولكن ما شاء الله زي ما انتم شايفين هذا هنا الثمر في كل مكان ما شاء الله، الثمر متركز على كل مكان. والساق هذا شوفوا كيف ساق مليء جدا بالثمار. نتكلم عن التين بشكل عام، يعني الاشجار هذه كلها اربعه في حوض واحد، هذول اربع اشجار في حوض واحد. هذا الوسط كله حجر بركاني، ما عندي، ما حطيت بيرلايت ابدا، لانه اخاف من عفان الجذور على يعني على الايام القادمه، لانه نبات معمر، ما هو نبته موسميه عشان نقول لها اي شيء. فلذلك سويت حجر بركاني. هذا الحوض استيعابه 220 لتر تقريبا. ال 220 لتر هذا استغرق يمكن فتره طويله عشان تنمو النباتات فيه، لانه منزل جذورها شوي ومعبيه اكثر. هذا يستوعب تقريبا من 5 إلى 6 اكياس حجر بركاني. وكيف التصريف من الحوض هذا؟ التصريف انا مسوي فتحتين، فتحه هنا وفتحه بالمكان الثاني، كلهم فتحات تصريف نص بوصه طبعا. فتحات تصريف مغطيها طبعا ب زي الماركن الصغير مخرم. وعندي فيديو قديم اذا قدرت حصله راح انزله لكم ان شاء الله عن طريقه تجهيز الحوض هذا. وبعدين حجر بركاني خالص كله من الاول للاخير. الري بالبدايات كان 10 دقائق 3 مرات باليوم، وبعد كذا خففت الري الى 6 دقائق، حاليا 4 دقائق باليوم. فما يحتاج تكديس الاسمده عليه، التين يحتاج تخفيف. لو زودت السماد عليه، زودت الاملاح عليه، راح يكون عندك نبته متخشبه زي هالنبته هذه، زي الثمره هذه، ويكون الساق عندك برضه يميل للتخشب ويجي استطالة مع قل حمل ثمار. هذا بالنسبة للأراضي الملحية أو التسميد الزايد، هذه من أسبابه. أيضا لما تخفف الأسمدة يعطيك لمعة على الثمر، فيها ثمرة تكون فيها لمعة، هذا يدلك على أن الثمرة سليمة وجميلة ما عليها ضغط عناصر. النظام هذا بسيط جدا، يعني ممكن تسوونه بالبيت، سووه لو عندكم محميات مثلا. ترى مو شرط يكون عندك محمية بالنسبة للتين، التين بالعكس نبات يتحمل درجة الحرارة، ولكنه يكون أجمل بالمحمية لأنه نعطيه الظروف المناسبة له. وزي ما أنتم شايفين ما شاء الله الإنتاج متكامل هنا، أعداد كبيرة، يعني الشجرة الواحدة فيها أكثر من 30-40 ثمرة، وهي لسه يعني بداياتها، يعني ما بعد تقدمت بالعمر. طبعا تربية التين والتقليم، بالنسبة لي أنا ما أتقيد بموسم للتقليم نهائيا، أقلم حسب ما أبغى من التربية. يعني أستخدم معه نظام زي ما يسمونه نظام الحمضيات، هو تقليم للتربية. فلما يطول عندي غصن يروح بعيد أو يطلع يخرج عن المساحة اللي أنا أحبه يكون عايش فيها، يا أما أسوي له ربط زي الغصن هذاك، زي ما أنتم شايفين هذاك مسوي له ربط بالحبل، أوجهه توجيه للاتجاه اللي أنا أبغاه، أو أقصه قص كامل، يعني حتى لو أضحي بكم ثمرة ما عندي مشكلة. تربية التين سهلة وبسيطة،
البعض يعتقد انه الساق لا تحرك، لا يحرك، لا الساق مرن يجي معك مع الايام. اسحبه، انا ممكن الساق هذا انزله اخليه بحدود الحوض بالضبط مع الايام، رابط بالحبل وثبته كل كم يوم، 5 ايام اسبوع اسحبه زياده، فتتشكل معي بالشكل اللي انا ابغاه. انا طبعا ما ابغى الاشجار هذه تطلع فوق، ابغاها تستمر بالمساحه هذه وبالارتفاع هذا، يعني الى حدود متر ونص ممكن اقبل، مترين في اصعب الظروف اخليها. عدا ذلك يا اما اقلمها يا اما اسوي لها السحب او الربط بالحبال. طبعا الحوض هذا بما انه كبير انا سويت له الحزام هذا، هذا حزام الملابس يعني عادي، ترى هذا حزام جديد حاطه فوق، واللي تحت حزام قديم مغبيه عشان اشخص بهذا الحزام. فسهل جدا هذا عشان الحوض ما يجي، ما يصير له انفتاح، الحوض يضم الحوض. وطريقة الري المضخة هناك والخزان هناك بالأسفل الأرض، أنا رافع عن الأرض 40 سنتي. الري هذا وزي ما أنتم شايفين الري هنا من اللي حاط فيه مش عارف 6 أو 7 نقاطات زي كذا، يدور على الحوض كامل. والطريقة سهلة جدا طبعا على التايمر أنا مسويه عشان ما أتعب. والله يسعدكم، يعني هذه كل المعلومات اللي أقدر أقولها لكم، ما أحب أطول والله بالفيديو. وهذه الوردات من انتاجنا، ترى يحط لكم الوردات دائما وابدا عشان ما تضيق صدوركم، والا شرع عن التيل واحط ورد يعني بعضكم راح يستغرب، لكن عشان تفتح نفوسكم للمنظر وتشوفون تاخذون المعلومه وانتم مرتاحين. الله يسعدكم ويجعل ايامكم كلها جميله يا رب.